السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، حياكم الله جميعا أيها الأفاضل. يوم الجمعة يوم فاضل يحبه المؤمن، ليش؟ لأنه كما روي في الحديث الصحيح جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. الأحاديث على فضل هذا اليوم كثيرة، والمؤمن يحب هذا اليوم، يجتمع فيه المسلمون جميعا في صلاة الجمعة. في يوم الجمعة يجتمع المسلمين جميعا في صلاة الجمعة. ما أجمل أن يكون اجتماع المسلمين مبهجا وسعيدا. ولا شك أن الروائح الطيبة خير مثل هذه البهجة والسعادة. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب هذه الروائح ويشجع المسلمين على حبها. قد روى النسائي والألباني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وتزيد أهمية التعطر عند الاجتماعات الكبيرة التي من أهمها صلاة الجمعة، ولذلك كانت من سنته صلى الله عليه وسلم أن يتعطر على وجه الخصوص يوم الجمعة. فقد روى ابن ماجه وقال الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وإن كان طيب فليمس منه، عليكم بالسواك. لذلك نحن نتطيب للجمعة من أفضل الطيب. تدرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل التطيب في يوم الجمعة مهم جدا، إلى الدرجة التي تدفع الرجل إلى استخدام عطر زوجته إن لم يكن لديه عطر. فقد روى أحمد وقال الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة على كل محترم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه ولو من طيب أهله. فلنحرص على هذه السنة الراقية. هذا العود بالنسبة للأذهان، باكج مسح الكفوف أنا أستعمل في يوم الجمعة.